وصباحنا مكمل معكم مشاهدينا ورح نروح على التجميل. شو في احلى من كيف بنعتني ببشرتنا وبوجهنا مع ليليان نجم. صباح الخير ليليان. صباح النور. كيفك؟ منيحه. حضرتك خبير التجميل فنحن قاعدينك هلا ومو مخلينك تتحركي ابدا غير ما تخبرينا كل شيء كل الاسرار. طيب عنوانتي اليوم فقرتنا بانه بدك تحكي عن مساج الوجه. اوكي هلا تتراوح الاقاويل حاول فكرة انه ما تعذبوا حالكم، مين له خلق يعني طول حياته يضل يعمل ويعلي وهيك، وما بين انه خلص روحي اعملي ابرة فيلر يعني وقطبي هون وقطبي هون وبيمشي الحال. مظبوط. فبدنا نعرف منك افضل اكثر انه قد ايه المساج مهم وكيف الناس بدها تعمله. هلا يوم الاحد كلهم عم يسمعونا كلهم ناطرين اليوم. يلا مساج الوجه كثير كثير مهم لوركا، لانه نحن لنوصل لتعملي ابره او قطبه من هون وقطبه من هون بتكوني من البدايه ما اهتميتي بوجهك. سو اذا من الاول انت مهتمه بوجهك بهالطريقه بتاخري هيدا الشيء. مساج الوجه بينعمل 10 دقائق ربع ساعه يوميا. اهم شيء الست تكون منطفي ايديها قبل ما تبلش تحط ايدها على وجهها، وخصوصي يلي عندهم حبوب بوجهن. لانه بتعدي حالها ينحط زيوت على الوجه. يعني هي عم تعمل المساج، يعني رح اعطيكي طريقه صغيره مثلا. بهالطريقه بتكون عم تشغل الخد مثلا. بدها تكون في حاطه زيوت على وجهها لتمشي الايد لتزحط الايد، لانه ممنوع الايد تكون شاده على الوجه وتعلق على الجلد. طب ليليان شو الزيوت؟ شو بتنصحينا؟ اي نوع؟ فيك تحطي زيت زيتون. زيت زيتون فيك تحطي زيت زيتون. فالمساج هو بيحرك الدورة الدموية للوجه، بيعطيها انتعاش للوجه. تنفخات تحت العيون يلي عنده تنفخات، تنفخات بتجي لوركا من وراء السوائل يلي بتحتقن تحت هالجيوب تحت العيون. اذا يوم عن يوم بنضل نعمل مساج لتحت العيون قديش من خففها. بتفيد المساج، بيفيد بيعبي جيوب الانشيه. حلو. هون كمان قد ايه بنخففهم يعني كمان شيء بيعالج امراض. يعني الست بتروح بتعمل لنقول فيزيو لجسمها او مساج لجسمها، الوش كمان بحاجه لمساج. والحلو انه بتقدر تعمله بالبيت، بتقدر تعمله بالبيت 10 دقائق وما بده شيء. نقطه الزيت اهم شيء، كل شيء كل شيء كل شيء طلوع 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 ليضل هالوجه مشغول لفوق. هيدا بتضل هي مدرية حالة من تما توصل. هلا اكيد في عمر الست بدها توصل بدها تعمل ابرة بوتوكس ابرة فيلر، هيدا مش غلط. نحن حكينا عنه قبل انه اذا واصله لهالمرحله بدها تعملها. أكيد. بس نحن عم ناخر مثل ما قلتي الوقت، نشتري وقت يعني. نشتري وقت يعني. انا عم بحكي للصبايا لانه الصبايا لوركا بعمر ال 25 27 بيبقوا مستلشقين بحالهم. ما بيهتموا. خلص وبكير. بالعكس الاهتمام على بكير كثير مهم. أكيد. أهم كمان نسمع عن مساجات بالدخلك بالحركات يعني بالحركات. عم شوف كثير ترندز على السوشيال ميديا. وفي شغله مش بالايد يعني، مش بالايد. وبدي اقول لك في شغله، في كثير ناس يلي بكزوا هن ونايمين على سنينهم. في كثير، وانا من هالاشخاص. صح. في توتر. هلا هن عاده بحطوا جوتيير بتمهم، بس كمان فيهم يساعدوا حالهم على العضه هون. بس تعضي هاي اللي بتطلع لك هون الفك على طول، عملي له مساج قد ما فيك. شدي 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 شد عليه. في حركات هيك بتنعمل، بتفتحي تمك على الاخر. هيدي كلها تمارين للحنك. صدقيني لوركا مرة عمرة ويوم عن يوم كتير بيرخي من انه تصير تكزي على سنانك. نعم. حلو كتير. طيب حضرتك باتشي الوتشي صح؟ صح لنقول. وبتفوتوا لهونيك غير انه بتعملوا شعركم وضفيركم وشي كثير حلو، بتفوتوا لعند ليليان. شو بتعملي ليليان فيهم لما تفوتوا؟ بباتشي الوتشي بس توصل الست لعنا بنهتم فيها، بنستقبل رائع من فنجان القهوه. صح.
لا يعني لكل شيء بنهتم فيها، من ضفير، من اعتناء بالوجه، من الشعر، تريتمنت الاكيد يعني باتشي إلوتشي ما بده مين يحكي عنه، من مكياج، انه قصدي اقول اللي بتجي لعنا الست بتطلع خالصه مخلصه من كل شيء، منا بحاجه من ابدا. وهلا هيدا هالايام الست لوركا ما بقى لها جلاد تروح تعمل شعرها بمحل ومكياجها بمحل، سو بس يكون الاكيب كله متكامل وفي شطاره وانسجام كله مع بعضه، سو من عندنا بتطلع الست راضيه بكل حلو. بتعرفي ليان قليل ما يصير هيك على فكره، لان دائما بيقولوا لك انا بحب الشعر عند هيدا صح. بس ضفير لا بحبه عند هيدا، الميك اب وكتير يعني الناس بتنقي صح. والست هون كتير بتتعب يعني، ما قالها جلادي تروح من سالون تعمل محل شعرها وتاني محل تعمل مكياجها، فالحلو عنا انه بتطلع راضي من كل شيء. حلو كتير، تحياتنا للشباب هونيك اللي بيستقبلونا اكيد بيهتموا فينا كتير وشاطرين، تحياتنا لاصحاب باتشي إلوتشي كمان، سلام ووسيم مرقص. سلام ووسيم كمان محبتنا لكم يعني، سلام واستاذ اكيد. هلا بيعمل فيديوهات حلوه على فكره على السوشيال ميديا، مزبوط. وطريقته حلوه ومنآمن بيه بشو بيقول، لانه حتى هيدا الشعر الثقافي انا بقول اكيد ايه انه شو دارج والالوان وشو برحلك. ممكن تتشوهي اذا نقص شعرك بطريقه غلط، سو سلام ووسيم بالقص تبعهم او بالتمشيط تبعهم بيرسموا الراس رسم يعني ايه، بس بفاجئوك كثير بمعلومات انه لا انت ما برحلك هيك بشكل قاطع يعني، فيني اجرب؟ لا 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 ايه انه حلو كانه علم يعني، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، قد ايه حلو. فتحيتنا الون وصباح الخير اذا كانوا عم بيشوفونا. طيب خلصنا شعر وضفير، فتنا لعندك شو بنلاقي هنيك؟ بنلاقي بدي اجي لي يعني. اكيد اكيد بتشرفينا. طيب بتلاقي الاستقبال اكيد لنا من اول ما بتعمل البشره. البشرة في أكيد عنا أخصائية كمان بتهتم بالاعتناء بالبشرة. أنا أكتر شي بعمل الميك اب، تاتو للحواجب للشفاف، بس أكتر شي الميك اب يعني بيطلع من تحت إيدي العرايس الستات بيطلعوا بحلة كتير حلوة، وبيطلعوا لوركا بيضلن مثل ما هن يعني. المكياج ممكن أوقات يغيرها للإنسانة، عرفتي كيف يعني؟ بتفوت لعندك شي بتروح على بيتها جوزها ما بيعرفها فهيدي الشغلة كمان سئيلة. وكتير بنبسط أنا لما بيجيني تعليقات من الرجال تاني نهار، الست تجي بتقلي إنه واو جوزي شو عجبه المكياج تبعولي، بنبسط أكتر ما الست يعجبها المكياج، عرفتي؟ صح لأنه يعني بتعملوا قصدي ايه أنا لا مش لإله، إنه أنا بمكياجي بخلي الست مبينة على ملامحها، ما بغيرها كومبليتلي، عرفتي؟ هيدا المقصد يعني أكيد، هيدا أهم شيء، هيدا أهم شيء. حتى بالتجميل عم نروح على كتير صح يعني الإكستريم، على الإكستريم مين هيدا الشخص ما عم نعرفه؟ صح هون حكينا إنه الست ما يعني بتعمل إبرة بوتوكس أو إبرة فيلر بتشوف حالها كتير حلوة، ما بتعود تشبع مثلا تقول بدي بعد والله تحليت هالقد بدي اعمل بعد ابره بدي اعمل، هون ببين الاوفر تبع التجميل. ليش منشوف في ستات بيقولوا لك انه ما مبين انه بتكون عامله بس ما مبين محلوه بس شو عامله ما بتعرفي، وهيدا الحلو هيدا الحلو هيدا الشطر. حتى بالميك اب هيك، حتى بالميك اب هيك يعني، هذا شيء بالغرب بنلاقيه انه بنقول ليكو هيدا النساء ما حاطه ميك اب، شوف شو حلوة بس هي حاطة. مزبوط. انه اي متى رح نوصل بشرقنا نعمل هيدا الشيء؟ هلا هيدي الترند لورك عنا انه ميك اب نو ميك اب، يعني كانك حاطة ميك اب ومانك حاطة، بتطلعي بطريقة كتير نات وجهك جلوبي الالوان. شو بتنصحي هيك بين هلين عم نستطرد نحن؟ بس هلا عم يسمعونا وعم بيقولوا يعملوا شيء كتير طبيعي بس يطلعوا حلوين، يطلعوا حلوين. شو كيف بنفكروا؟ بيحطوا الكريم دو باز تبعولهم الصبح، نقطة فوندو تان إذا بدهم، بودر، ماسكارا، حواجب،
لون واحد اي شادو حمرة بلاش ومظهري ما بدها كتير هالقد يعني عرفتي يعني بلا اسود وتكبير ايه يعني بالنهار لا حتى نحن بمكياجاتنا للسهرات ما بقى كتير عم نسود العين اذا فينا نقول يعني الالوان الزاهية من فوق مع الايلاينر المرسوم مع الرمش او النص رمش الرمش اللي كتير رقيق على العين ما بقى تبين هالعين كتير تقيلة وانتقل العين هلا جايين ميك اب اليوم انا بيطير العين هيدي عيني تحياتنا لعلي تسلمي لي طيب لكن لنرجع باخر دقيقه او دقيقتين للمساج بدي هيك تقولي للناس انه للنساء كيف عمليا بيعملوا فيك تمثلين اكيد عملنا طلوع قلنا طلوع يعني بتبلش مثلا من هون طلوع ايه؟ عرفتي تحت العيون دائريا دائريا مع طبطبه مع طبطبه ايه؟ مع طبطبه وبدها تكون ايدها كتير خفيفه يعني ما تشد لان شوفي انا بس شدي على جلدي عم ايه بصير في تجاعيد بدها تكون مشان هيك بدها تحط زيت بتصير تزحط ايدها على جلدتها الخدود بتمسك دقنها من هون وبتعمل هاي الطريقه للخد حتى للحنك كمان بهاي الطريقه الرقبة أهم شيء حتى هي وعم تحط كريمات بالنهار لو ما عم تعمل مساج هي وعم تحط الكريمات تحطهم بطريقة طلوع كريمات الصبح وكريمات الليل بس لجوزة تحط نزول لا تحطهم طلوع كمان ليه خليك تجعي لا وهول اللي حكيناهم اللي عم نحكيهم بينطبقوا على الرجل كمان اكيد بيهتم ببشرته طيب قبل ما ننهي بدك تخبرينا سر زغطور سر زغطور انا كل حلقه بعطي تب للنساء بدي اقول لهم قد ايه ميه الرز كتير منيحة للوجه كيف يعملوا؟ بدي كيف قلهم كيف يعملوها مش يغلوا الرز أكيد ويشيلوا المي الرز قبل بيوم بينقعوه بيحطوه بالبراد لأن هلأ أيام شوب تما يفوخر المي الرز بيحطوه له مي وبيحطوه بالبراد تاني نهار يعني بيكون صار له 24 ساعة بيصفوا الرز بيتركوا المي بتبقى المي بيضة يعني نشاية من الرز من ورا النشا قطني بالقطنة يمسحوا وجهن بمية الرز مرتين بالنهار حلو فيهم يتركوها ربع ساعة ويرجعوا يغسلوا وجهن وفيهم يتركوا المي على وجهن كمان كتير بيكون أحسن كتير بتعطي نضارة للوجه وكتير كتير كتير مهمة للأشخاص اللي عندهم حبوب بوجهن بينشفها وبتساعدهم طيب شو بدنا احسن من هيك يعني هيدا نصيحه انا بدون ولا شيء ما انا عن جد اليوم جربوها ببيوتكم انا النصايح سوري النصايح اللي بعطيها دائما يلي بتابعني على انستغرام لوركا كلها من حواضر البيت يعني بيلبوا حالهم بالبيت ما بتفلسف كتير عليهم بسهل لهم حياتهم كتير حلو كتير بدي اشكر كتير ليليان نجم على كل المعلومات المفيده ونلتقي بمواضيع تجميليه اخرى اكيد شكرا جزيلا